شاهد الطيب أصحابي نزيل شهود المفروضة. أدرس بسنة سادسة بمدرسة ورد بزينة. اليوم قررت المشاركة بمسابقة رمضان بلغة بلاد العرب 3. من عادتنا وتقاليدنا تزيين فخار بلادي. لزين الفخار بتاعي استعملت جواش، عدس، لماع، لسة، فوشة وورق الصنفرة. أول مرحلة باش ناخد ورق الصنفرة ونحك الفخار بتاعي، من بعد باش ناخد الجواش بتاعي باش نبدأ نسوق الفخار بتاعي. المرحلة الثانية تحديد الفخار بتاعي باش نبدا نزين بها بالجواش. اخترت اللون الاحمر كيما اللون اللبسة بتاعي التقليدية. المرحلة الاخرانية باش ناخذ التحفة بتاعي ونزوقها باللماع والعدس. شوفوا محلاها مبهاها التحفة متاعي. ما أجمل عادات وتقاليد تونس الخضراء. تحية تونس.